الفاول ده عندنا من اول ما يعني فاكر لما فايلر مشي، مش عايز بس نقعد نروح لفايلر موسيماني، بس كلنا بس احنا كنا اتفقنا ان كان في تفاؤل من وقتها، مظبوط، ان احنا بعد الماتشات المقاولين وامبي وبعد مباراه الوداد الاولانيه كان في تفاؤل، كان في تفاؤل ان احنا وقلنا خد بالك فاكر قبل ما موسيماني هو اللي يقرر يبقى موجود، قلنا كان اي حد هيجي دلوقتي هيبقى عنده فرصه كويسه انه يعمل شغل كويس، مظبوط، يعني لو الكلام ده احنا قلناه من بدري. فدي حاجه من الحاجات اللي يعني اللي تبسط الجمهور، الجمهور خلينا نتفق ان احنا اقل ناس بنفرح، خلينا نتفق ان احنا كلاعيبه قدام اقل ناس بنفرح، احنا ممكن يكون شويه عندنا طبعا بنحب نادينا وكل حاجه، بس الفرحه اكتر للجمهور، احنا صح. احنا في الاول وفي الاخر بقينا يعني شغلتنا حرفه، طبعا بننتمي للنادي وكل حاجه، ولكن في الاول وفي الاخر احنا شغل، في حاجه فيها شغل، في حب في حب النادي، ولكن الجمهور هم الجمهور هم اللي بيقطعوا بعض وهم اللي بيبهدلوا بعض وهم اللي بيحفلوا على بعض، فالامور هم انا مبسوط ان ناس كتير، كابتن يوسف قال ان فئه كبيره جدا من المجتمع المصري مش الشعب المصري جمهور اهلي، ناس كتير فرحانه، يعني مش عايز ابالغ يعني بالارقام، ولكن فئه كبيره جدا من الشعب فرحان، كلنا متفائلين، والنهارده كمان حتى واحنا داخلين كل الناس يعني حتى احمد سمير وساره قبل ما ندخل احمد سمير وقفت معايا قلت له هنكسب وكذا حد، كلنا متفائلين النهارده وكلنا في الاستوديو. خد بالك قبل مباراه الزمالك الاولانيه اللي كانت في الدوري كان في تخوف، كنا احنا قلقانين، كنا احنا قلقانين وكنا بنتكلم ان احنا لا الامور مش احسن حاجه، النهارده لا كلنا، حتى كابتن يوسف قبل في اخر ربع ساعه لك هنجيب جول دلوقتي، فالناس كلها متفائله، الناس كلها، والتفاؤل ده خد بالك الناس برضه عشان تبقى فاهمه، التفاؤل ده ما بيجيش كده اعتباطا، يعني ما بيجيش كده، يعني ما بيجيش بالحظ، يعني زي ما كابتن علاء بيقول الموضوع مش موضوع حظ، الموضوع موضوع انت بتبقى مؤمن بفكره، مؤمن بحاجه انت تربيت عليها، حتى لو امكانياتك ما تسمحش بده، خد بالك مش كلنا اللي لعبوا في النادي الاهلي امكانياتهم عاليه، بس هم مؤمنين بفكره ان انا هاخد البطوله، حتى النهارده انا شايف الاداء مش احسن حاجه، الفرقتين جم في وقت الفترات المباراه في تفاوت في مش احسن حاجه، لكن عنده جواه، وخد بالك ده عادي بعد الكورونا، وبعد الكورونا عملت وصلت لاعلى نقطه في الاداء، بعد كده رحت واخد شهر اجازه بين الماتشات، فالموضوع متفاوت، ولاعيبه كتر خيرها وجهاز كتر خيره لما توصل التوب فورم بتاعك وفجاه الدوري يقف شهر او كاس افريقيا يقف شهر، بدل ما كان يوم 6 بقى لعبت يوم 27 اجلت وما عندكش ماتشات 15 شهر البطوله تخيل كان بتقعد 9 اشهر اتكلم على سنه وثلاث شهور ودلوقتي تخيل 15 شهر البطوله من 8 جداً. من 8 2019 لغايه 11 بالزبط. اخر 11 كمان من سنوي اخر 11 2020 سنوي فالموضوع صعب يعني انت عارف البطوله عاده بتقعد 9 اشهر تبدا في فبراير تخلص في نوفمبر بالظبط ده العادي انما شوف قاعده 6 اشهر فتره طويله جدا مظبوط فدي حاجه برده من الحاجات الصعبه صعبه جدا على اللعيبه كمان انت النهارده رحت بلعيبه كانت في التوب فورم بتاعتها يوم 30 النهارده انت في مباراه الرجاء اللي هي كانت يوم 23 مباراه الوداد يوم 23 والنهارده لاعب يوم 27 لاعب بعدها بشهر وخمس اسابيع مزبوط. فانت برضو في تفاوت في مش هقول في المستوى في تفاوت في الترتيبات حتى انت عمال ترتب لحاجه صح. وفجاه بقيت شهر وشويه ففي ظروف كتير جدا انك تصدق نفسك جوه الظروف دي حاجه حلوه مش مزبوط. يعني حاجه كبيره مش حاجه صغيره الناس خد بالك ممكن حد يقعد يسمع حد اهلاوي كتير يقول لك انتوا بتصدعونا بالكلام ده لا احنا ما نصدعكش احنا هو ناس كده صح حتى الناس اللي ما لعبتش في النادي يجي يقول لك انتوا عاملين بالونه انتوا في بالونه انتوا نافخينها على الفاضي لا تعال ادخل وشوف مظبوط شوف العمال شوف عم حارس شوف عم سايق عم ايه كل بالونه دي لا يعني كل الناس الناس كل بص ما هو اللي مش في الموجود اللي مش في الموضوع بيحاول يتفه من اللي انت بتعمله بيحاول يقلل من انت بتعمله يقلل من بالظبط بيحاول يقلل منه لكن هو مش مدرك هو مش مدرك ايه اللي بيحصل مظبوط عايز يبقى مدرك ما شافش عادي ما هو ده اللي بقول عليه يا كابتن ما شافش حاجه هو شاف روح شوف العمال شوف عمال اوضه اللبس يعني اللي بيقوموا بترتيب الاوضه بيقوموا بترتيب لبس اللعيبه اقعد في وسطهم هتعرف ده لو لعيب جاي احسن لعيب في الدنيا وجاي قاعد في وسط العمال الصبح مظبوط هيعرف يعني نادي الاهلي مظبوط انت العمال خد بالك جلادين بيتهم بتخسر بطوله بيبصوا لك بصه هو طبعا بيحترم كل حاجه ولكن هو بيبقى بص بيبقى بيجز على اسنانه وبيعايز ياكلك مظبوط ففي حاجات كتير جدا انا يعني انا البطوله دي ليها عندي طابع خاص شويه انا عندي صديق توفى من 3 ايام اخويا يعني اقرب من اقرب الناس ليا الصديق ده يعني من اكتر الناس الاهلاويه
من اكتر الناس اللي بيحبوا الاهلي، وفي الماتشات دي كان يعني مش عايز اقول لك بيبقى عامل ازاي. دايما بعد الماتشات بيبقى لينا كده عندنا جروب مع بعض، بيبقى ليه نكهه خاصه في التعبير وليه نكهه خاصه في كل حاجه. بهديله البطوله، بقول له الله يرحمك صديقي بايكو محمد سيد، ربنا يرحمه ويغفر له، وانا بهديله البطوله ومبروك. يعني مش عايز ابوظ الاحتفال، ولكن حاجه يعني حاجه بالنسبه لي انا كنت حاسس ان انا لازم اديها له يعني. الله يرحمه وربنا ربنا يرحمه، ومبروك للنادي الاهلي فعلا. قبل حاجه بس طبعا الفرحه خدتنا وكده، لكن عايز اقول النهارده هارد لك نادي الزمالك.